داتا نتاعي ما كيفاش باش نعملوا لها ستورج نتاعها، راهي براسنا حاجه اخرى على الاخر وحاجه مهمه برشا، وسيرتو في الموبيل يعني، حتى خاطر في الموبيل نعرفش حتى تنجم تشوفوها في لي زابليكاسيون اللي عندكم، تنجم معناها كي تكون تخدم بالكونيكسيون تجيك برشا حاجات، من بعد حتى كي تنحي الكونيكسيون دونك تلقى حاجات يبقوا لك هذوكم الكل دونك باش يبدو مساجدين في ديجا بروجي هايل برشا هايل برشا هايل برشا، ربي يسهل هذوكم الكل دونك يبقوا لك في التليفون، تنجم نعرفش فما دي داتا دونك تستحقهم تسجلهم هذيك بالرسمي مهم على الاخر على الاخر على الاخر على الاخر. باهي بالنسبه للبروجي نتاعنا دونك باش نخدموا حاجه صغيره باش نتعدوا على الباز، وكالعاده في الاخر باش نعطيكم هوم ورك صغير. باهي باش نعملوا دونك باز دو دومي نتاعنا فيها دو تابل قاعدين نشوفوا ما في الايكون نشوفكم باهي باش نحكي واحد باهي نريكل دونك باش نعملوا دو تابل، تابل الاولاني هو باش نسموه وركشوبس باش نحطوا فيه الوركشوب تاعنا مثلا فلاتر باش نعطيوها اي دي، ديما اي تابل راهو كي باش تحط فيها ايتم نتاعك لازم تعطيه الاي دي باش بعد تنجم تمانيبيليه بسهوله، دونك عندك الاي دي هذاك اي دي يونيك نتاعو هو باش وقت تحب تعيط له وقت تحب تفسخ واي حاجه تعملها بالاي دي هذاك خاطر هو ليدونتيفيون يونيك نتاعو. وعنا النيم نتاعها مثلا فلاتر، وعنا البريوريتي هذيك هكاك معناها زدناها من عنا دونك مثلا باش نحط الاي دي زيرو نيم نتاعها فلاتر والبريوريتي نتاعها هذاك الورك شوب نتاعنا. وعنا تابل اخر اسمه ترينينغز كيف كيف دونك قلنا في اي تابل دونك باش نحط ايتم راه لازم عنده اي دي، عنده النيم مثلا ترينينغ نتاع اليوم هو اللوكال داتا بيز، عنا الترينر نتاعنا هو احمد هادي، وعن الاي دي نتاع الورك شوب دونك يلزمنا نربطوهم ببعضهم، ديكو باش يكون فما الاي دي نتاع الورك شوب هذايا دونك تريننج نتاع اللوكال داتا بيز تابع او تابع الورك شوب نتاع فلاتر، هذاك الاي دي نتاع الورك شوب نتاع فلاتر اللي كنا بديله هو زيرو دونك باش نقول هنا زيرو باش نعرفوا تريننج هذاك تابع انا ورك شوب. وعن النوت من بعد تعطوها انتم في الاخر باهي برشا دونك حلو فلاتر نتاعنا كالعاده البروجي دو باز هذا يعني نروح به الكمبيوتر نكبر فيه شوي بي أزومي شوي الفات أوكي نستني من البرامتر أنا مش عارف يو mais ça va avec B. أول حاجة باش نمشيو الباب ستيك ديامر نتاعنا عن دو باكيج باش نستعملو B. الباكيج الأولاني هو نحنا قلنا باش نستعملو الاسكيف لايت دونك باش نجيبو الاسكيف لايت نتاعنا باش نحطوه، وعنا باكيج آخر اسمه الباث B. الباث هذا فاش باش نستعملوه دونك احنا كيما نعرفو نعملو في دي زابليكاسيون للاي او اس والاندرويد ديكو ماهيش نفس البلاصة اللي تحط فيها الداتا في الاي او اس ماهوش نفس الدوسي يعني هو نفسه اللي تحط في الاندرويد ديكو الباث هذا هو باش يخدم الخدمة هذيك الكل الباث هذا يعرف هو وين باش يتحط الداتا نتاعنا وين باش يتحط في الاندرويد وين باش يتحط في الاي او اس دونك يخدمها هو واحد احنا ماهيش باش نعملو ولا اسكيف لايت هذا هو باش نستعملوه مع الباكيج نتاع الداتا بيز نتاع كل شيء يتعلق بها به سجلوا يعمل باب جيت نتاعه وجاوب به تك 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 خليني نكمل به باش نجيو نعملوا في الليب نتاعنا باش نعملوا فايل جديد كيما تفكروا كان خدمنا وقت اللي خدمنا بالهاش تي تي بي ريكويست ساعدوكم باش نجيبوا داتا من الانترنت دونك عملنا HTTP هيلبر توا باش نستعملو DB هيلبر باش نسمو معناها نسمو كيف ما تحبو غير ديما ماذا بكم نخلو الأسامي واضحة باش من بعد أنتم بيكم تفهمو باش كان فما واحد باش يخدم بالكود نتاعكم ولا باش يعاونكم زاد هو يفهم دونك DB هيلبر دونك كارت بي سهلة ماهلة ما فيها شيء باش نعملو كلاس نتاعنا كالعادة باش نسموها DB هيلبر دي بي هيلبر هذايا واش باش يكون فيها ليه اول حاجه مهمه على الاخر وركزوا فيها برشا خاطر لا يعرف منها
هي فيرسيون طيب ان فيرسيون تاع داتا بيز كان فيرسيون هذه علاش مهمه على الاخر مش قلت فيرسيون ار الفيرسيون هذه مهمه ريت ان سفير يعني داتا بيز وكل شيء فيها امورها وحضرت لي طابل نتاعك من بعد كي باش تبدل حاجه بعد ما خدمت الابلكاسيون كل شيء قررك مثلا مش تزيد طابل اخرى وقتها لازمك تبدل الفيرسيون هذيك الفيرسيون هذه وقتها تتوالي اثنين يعني عباره ميزاجور اللي تعمل ابلكاسيون تحطها على ستور دونك تعمل فيرسيون زيرو من بعد كي باش تعمل ميزاجور دونك باش تهبطها فيرسيون اخرى نفس الحكايه لهنا من بعد يصير فيه باش تبدل حاجه دونك لازمك تبدل فيرسيون سينو تلقى لك نفس الحكايه باهي باش نعملوا انستانس من الداتا بيس نسميوها دي بي باهي لهنا باش نعملوا لازمنا الامبورتو اس كيو اف رايت باش نحي لنا بلوزر هذاك باهي انا ممنون جاوبنا باهي توا سيدي باش نبداو نعملوا في لي فونكسيون تاعنا باهي عندنا الكلاس هذيك دونك عطيناها فيرسيون خدينا انستانس من الداتا بيس توا الداتا بيز هذيا اش باش تعمل شنو هي الحاجات اللي باش تعملهم اول حاجه اول فونكسيون باش نعملوها هو اني باش نحل الداتا بيز هذي باش نجم نكتب فيها ولا باش نخرج منها ولا باش نحل معناها اون فا كريي اون داتا بيز مي في نفس الوقت نجم تكون داتا بيز ديجا موجوده دونك من غير ما نعمل دو فونكسيون نعملوهم مع بعضهم في نفس الفونكسيون سي داتا بيز نتاعنا ديجا موجوده يعني حليناها قبل اون كريي اون داتا بيز قبل دونك جوست باش يرجع لي الداتا بيز هذيك باش ناخذها نخدم فيها سي ما عندناش الداتا بيز هذيك دونك يلفا كري الداتا بيز هذيك ويرجعها باش يكري باش يكري جديد ويرجع بي بيسك الحكايه هذه باش تاخذ شويه وقت دونك باش نستعمل الفيوتشر الفيوتشر اللي هي راهي باش تاخذ لي شويه وقت ومن بعد ترجع بي والتيب اللي باش ترجعوا ليه هو شنو دونك باش ترجع لي الداتا بيز ايه خلي باهي قلنا باش نسموها اوبن دي بي كالعادة دونك دي بي هذيك ديما كنا باش نحصل على الداتا بيز ونعطوها الاي سينك معناها راهي باش تاخذ وقت هذيك باش من بعد نستعمل ويت فيها نجي جنبي باهي دونك اش باش نعمل توا هنا كيف ما قلنا دونك اول حاجة باش نتشيكي اسكو الداتا بيز هذيك موجودة ولا هي ماهيش موجودة باش نقول اف دي بي نتاعنا دي بي هذي ديكلاريناها لهنا اف دي بي يقال اني ما معناش من داتا بيز في الحالة هذي دونك مش نكريو نحن داتا بيز نتاعنا باهي كيفاش نكريوها دونك عندنا حاجة اسمها باهي نحطو الويت ساعتها كيما قلنا خاطر هي باش تاخد شوية وقت فما حاجة اسمها اوبن داتا بيز اوبن داتا بيز هذيا هي اللي باش تعمل لينا باش تكري الداتا بيز نتاعنا باهي كيف ما تشوفوا هو تلعب علينا الباث انا باش نعملو جوين باه جوين باش ناخذو كالعادة ويت باش ناخذو الباث نتاعنا فما حاجة فما فونكسيون اسمها get data basis باث فوالا get data basis باه شو هذوما راهم لعل يجيكم مسائل شوية فيهم كلما راهم حاجات بازيك يعني مش تحطهم مرة واحدة وبعد ماشي قلقو باش نحطوا الاسم نتاع الداتابيز نتاعنا احنا باش نسميوه مثلا ورك شوبس دوت بي بي ايه ولا جنب باهي باهي وعندنا توا الاون كرييت دونك هو شي كريتي لينا في الاوبن داتابيز هذايا عندنا حاجه اسمها اون كرييت ماهيش باينه من هنا اون كرييت دونك حطوا الاون كرييت نتاعنا اللي هي فونكسيون مش باش نعطيها الفونكسيون هذي باش نعطيها الداتا بيز اللي صنعتها باش نعطيها الفيرسيون فوالا باش نعطيها الداتا بيز الفيرسيون باهي فما شوية كود باش نجيبو خاطر كي ناخذ كل مش باش يقول لنا راك مبكي وهو ناس شوية فنجيبو تم تمام معاه ما تكتبش في شيء ما تخافوش لاحظة بركة اللي نشتروهم اوكي
جن الزمتحان ممكن أرجع ب جن الزمتحان باهي توا اش عملنا في الاون كريت نتاعنا قلت له انا قلنا باش نعملوا كرياسيون دو دو تابل ليه دونك قلنا باش نعملوا لا كرياسيون دو دو تابل التابل الاولانيه اللي هي ووركشوبس والتابل الثانيه اللي هي ترينينغز نتاعنا ليه باش نعملوا فما كوموند اسمها داتابيت دوت اكزيكيوت باهي باش تعمل لنا لا كرياسيون دو تابل كيفاش دونك باش تقول لك كرييت تابل لازم تكتب كيف هكا هذاك علاش اللي جبتها خاطر ما يلزمش تغلط فيها جوج دونك كرييت تابل هكاك بالماجسكيوت وتعطيها الاسم نتاع التابل، الاسم نتاع التابل نتاعنا هي workshops يعني. ومن بعد باش تعطيها للبارامتر نتاعها، دونك عندنا الاي دي كما قلنا هو انتجر وبرايمري كي. الاي دي ديما نحطوا معاها برايمري كي راهو معناها يونيك ماهوش نتاعها هي هذيك، هذاك هو الكي نتاعها. به وعندنا النيم، النيم نتاع الوركشوب نتاعنا هو تكست، وعندنا البرايورتي هي انتجر، 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 انتجر. به ومن بعد باش نعمل الكرياسيون تاع التابل الثانية اللي هي شكون التابل الثانية اللي هي ترينينغز كالعادة دونك عندنا الاي دي انتيجر برايمري كي وعندنا الاي دي نتاع الليست هذايا نتاع الليست ورك شوب كيف كيف انتيجر وعندنا النيم والترينر والنوت باهي وتوا اللي حكينا فيها قبيلة هذيك نتاع الاي دي الاي دي باش نحط فيها الاي دي نتاع باش نحطوا الاي دي نتاع الورك شوب في وسط التريننج هذه نحطوها لهنا باش نقول له راهو عندنا ان فورين كي كي ماهوش نتاعنا وراوي عنده ريفيرونس على الورك شوب اي دي الاي دي ليست هذيك اللي حاطينها نحنا راهو هو هو ريفيرونسي على الورك شوب اي دي لهنا باش يصير الربط نتاعها لهنا دونك باش يتربطوا ويفهموا بعضهم هما شكون وسي هي ديجا موجودة دونك ماهوش باش يدخل في الاف هذه الجملة وطول باش يرجع الداتا بيز نتاعو وجاوبو به ماهوش باش يكريتيها خلاص به بالنسبة لهذوما الانتيجر والتكست في الاسكيف لايف دونك عندنا 5 تيب اللي هما النيور معناها نتاعنا وعندنا الانتيجر والريل والتكست والبلوك البلوك بليز هما حاجة نتاع ميديا خدمتش بها الحق وكما في بالي هيك كنت بدي اوجه به تو يا سيدي بن سيدي هذيا لهنا دونك عملنا داتا بيز تاعنا وعملنا الكتاب تاعنا باش نمشيو نعملوا المودلز نتاع تاع التريننج نتاع نتاع الورك شوب به باش نعملوا دونك فايل جديد نسموه ورك شوبس ورك شوبس ليست دوت دات ايه لما فيه شيء هذه ديما تستحقوها لو ديما في ديكلام ديكلاشنال ولا سيتوير نقول اللي هو دونك باش تستحق انك مثلا عندك اليوزرز نتاعك ما نعرفش باش تبيع حاجات دونك باش تعمل كلاس نتاع الحاجات اللي باش تبيعهم دونك باش تعطيها باش تعطيهم اسم وباش تعطيهم رسوم وكذا وفازت هذوك دونك الكلاس هذه راهي نورمالمون حاجه عاديه ماشيين بها الكل به دونك ورك شوبس ليست كلاس هذيك نتاعنا باش نعملو فيها ديفينيسيون تاع الحاجات اللي باش نحطهم فيها دونك كيما قلنا عن الانت اي دي نتاعنا عن string name وعن انت وعن priority ب نعمل الكونستراكتور نتاعنا
workshop list. Donc, constructeur de adresse.id. Adresse.name. Hada ma kolla normalement hajit en invasif le fil d'inos. Adresse.priority. Et là on a dit. Je disais donc, بعد méthode autre. اللي هي شنية اللي هي تومار مش نزيدو ميتود اسمها تومار مش باش تعمل لنا الميتود هذي الميتود هذي كي باش نعطيها من المار هذيك باش ترجع لي الكوليكسيون تاع كي وفاليو بيرز دونك عندي الكي وعندي الفاليو نتاعها باهي بلوز او موان هي ديما سترينج ديال والاخرى باش تاخذ الفاليو اللي حاشتني به باهي خلينا نشوف كيفاش نخدموها مع بعض ليه احنا باش نرجع لينا مار تاع ستريم كما قلنا خاطر الديناميك الفاليو نتاعنا خاطر احنا كيف نشوفوا مرة عندنا انت ومرة عندنا دونك باش نخلوها ديناميك باش ندخلو في الاتش بي ديناميك قلنا باش نسموها تو مار فانكشن تاعنا ليه غادي نشوفوها اش تعمل اش تعمل هذي الفانكشن هي شنو باش تعمل باش نعمل ريتيرن B. بالنسبة للID دونك الID أول حاجة نحن يلزمنا نتشيك هو نسكو الID يقال 0 باهي سي الID يقال 0 تيرجع لي نو سينون تيرجع الID كيف ما هو دونك ما نحبوش فوالا دونك سي الID نتاعنا يقال 0 باش يرجع لي سينون باش ياخذ الID هذاك ويمشي بيه يجاوبه باهي نفس الحكاية دونك باش نعملوها في الفايل نتاع الترينينغز باش نعاودو نعملو ديفينيسيون بالضبط نفس الحكاية دونك خليني نجيب لحظة بركا فوالا دونك عملنا كلاس ترينينغ عطيناها الانت اي دي وعنا انت اي دي بتاع الوركشوب عملنا سترينج نيم string trainer والنود عملنا الكونستراكتور نتاعنا نفس الحكاية وعملنا الميثود نتاعنا نتاع التوما نفسها بالضبط كيف الأخرى بالضبط باهي توا جاونا به دونك شنو وصلنا عملنا الحل وصلنا أنه نحلينا الداتا بيس سي موجودة حليناها ورجعناها لينا باش نجم نستخدموها وسي ماهيش موجودة باش نعملوا لها ريكرياسيون نتاعها من بعد باهي وعملنا المودلز نتاعنا اللي هما نتاع الكلاس ترينينغ ونتاع الكلاس وركشوب توا دونك وقايت باش نبدو ندخلو في لي دوني للداتا بيز نتاعنا بيسك عنا لي كلاس نعرفو لي دوني باش ندخلوهم شنيا الفورما نتاعها وعنا داتا بيز محلولة حلها فورمها عطوني خانوك دونك خلينا نوكلها نرجعو للداتا بيز توا باش نعملو ان ميثود اللي هي باش تخليني ندخل معناها نحط لي دوني في الداتا بيز نتاعي باهي باهي اما باش نعملو دو ميثود علاش دو ميثود خاطر عندي دو تيب دو كلاس دونك مش كيما باش تدخل فيها ترينينغ مش كيما باش تدخل فيها وركشوب خاطر ماهيش نفس الحكاية باهي نشوف سيدي دونك خلينا نبدو كيفاش باش ندخل الترينينغ الوركشوب خاطر هي دولانية نحنا دونك باش نعمل فيوتشر كالعادة باش نعملها ان هي باش ترجع لي دونك باش ترجع لي الاي دي خاطر الاي دي مانيش باش نحطو هنا الاي دي باش يشوف هو سي هكا وهكا ويريك الامور ويعطيني اي دي باش يرجع لي اي دي من عنده دونك هناك باش نسيري في الليست هذيك باش خليه هو اللي يرجع لي الاي دي
مش عارفة. دونك شي رجع لي انت، خليها انت وتنشرها كيفاش. باهي باش يسموها ان سير سيرت ليست، دونك باش ندخل ليست تاع ورك شوب. باهي يلزم نعطيه باش نعطيه ورك شوبس ليست اللي هي الكلاس هذيك تاعنا. نعملها للبروتيسيون دونك باش يعرفوا شنو اللي نحكي. ورك شوبس ليست ولا نضبط فيها هنا. Donc, il y a workshop list. C'est une liste. Ici, il y a l'async. Il y a donc, je vais faire un peu de temps. Du coup, il y a l'async. Donc, la première chose, je vais faire l'ID avec l'option. Je vais faire l'await. باهي كالعادة راهو ديما لي ميثود هاذوما هما لي جمع عليها بريدي في اليوجز باش تستعملهم. دونك ويت شناهي ويت ديست دوت دي بي عندنا دي بي تاعنا دوت انسيرت عندها فونكسيون فوالا اسمها انسيرت. شو تقول لك الانسيرت؟ تقول لك اعطيني تيبل باش تنسيري فيها واعطيني الفاليوز اللي باش تنسيريهم في التيبل هذيك. دونك التيبل نتاعنا نحن شكون؟ باش نسميها ورك شوبس. التيتل نتاعنا اسمه ورك شوبس. باهي بالنسبة للفاليو لهنا باش نستحقوا الميثود اللي عملناها قبيلة هذي تاع التو ماكس. دونك هي دونك انت باش تدخل لها فاليو كيف هكا عادية، هي باش ترجعهم هكا باش ترجعهم سي الفورم هذي اي دي وتحط فيها الاي دي نيم وتحط قدامها نيم وبرايورتي وتحط قدامها برايورتي. خاطر هذايا كيفاش باش يفهمها الاس بي ال اي والداتا بيز نتاعنا تفهمها عن الحساب هذاك. دونك انا عندي الانستانس من الكلاس هذيك اللي هي اسمها ليست، باش نحط الليست هذيك باش نعيط الميثود اللي عملتها اللي هي تو ماب. والميثود تو ماب هذيك شوفوها شنو هي. به ميثود تو ماب دونك لو هذي باهي. وعندنا في الانسيرت شنو هي اخر تاع الباي فوالا الكونفليكت تاع الدويت. لحظة برك الكونفليكت تاع الدويت شنو باش تستعملوا لحظة تنفهمكم شنو عندكم. به كونفليكت الجوريثم دوت ريبليس. به شنو معناها هذا؟ نورمالمون اسمها باين يعني شنو هي الالجوريثم باش تستعملوا الداتا بيز سي ليا ان كونفلي. شنو معناها ان كونفلي؟ انك انت جيت حبيت تنسيري تابلو تابل نتاع دي ورك شوبس اما الاي دي نتاع تابل هذيك ديجا موجود. دونك في الحاله هذيك هيش تعمل خاطر هي ديجا عندها اي دي وانت عطيتها بنفس الاي دي هذيك تحب تصب وتجي تصب وتلقى البلاصه هذيك ديجا موجوده. دونك نجم تختار انت لي زالغوريثم اللي تحب عليها. دونك فما بورد وفيل وانيور تابع فماش فيه ولا ريبليس. نحن مش نختار ريبليس مش مشكل يعني نحن كي مش نعطوه تابل فيها اي دي الاي دي هذاك ديجا موجود دونك ما همش فيه شي يبعثوا ياخذ الاي دي جديد. ايه تفهمنا. دونك عملنا تو انسيرينا في الورك شوبس حطيناه الليست هذيك العاديه هي تو ما واخترنا الكونفليكت الجوريثم تاعنا. دونك ما بقى الا كي مش نرجعوا له باش نعملو ريتيرن اي دي هذيك باش الاي دي هذيك يرجع ونخرجو منها. باهي نفس الحكاية تو باش نعاودوها في الانسيرت تريننج. خلي نجيبها كالعادة منخسروش الوقت. باهي فاهمين لحد الان مفهمش دي كيستيون. خلينا باش نحبس لهنا خنشوفو واش فما. workshops list training almost okay now I need to work yeah
مفيش مشكلة. دونك عملنا كلاس تريننج بتاعنا، حطينا الاي دي بتاعنا شوية كيما كيما الاخرى بالضبط. ليه معليش ماهيش مفيش متوتر تومات 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 فن كلاس تريننج لو تهيك شنو لط 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 ليه من جد اي ريت قبيلك جيت مش نمبورتي برامو كلاس 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 تا مش نعمل كلاس انا بيجي قاعد ياخذ من هذيك اللي ما فيش شو راهو فيه فيه انت كبست شوي الحق دائما ما لازم مش تحس بيه دونك غلطنا خاطر احنا عاملين بورد دوتا وعملنا كلاس كلاس تريننج قاعد يخرج من هذيك اللي هي ما فيهاش بيه توا نورمال مو جانا بيه عملنا الانسيرت تاع ليست تاع الورك شوبس قاعد نسيرتي الميثود باش نسيرتي فيها مش قاعد نسيرتي والميثود اللي باش نسيرتي تريننج بيه خلينا نحبسوا شوي نشربوا شوي كافي ونشوفوا شنو نمشي بيه وهذه اللي عسلية شنو هي الاسئله سي فما اسئله حد حل الميكرو حد طلب ساج مساء عليكم مرحبا بيا سي مرحبا بكم عايش هاي كيف يا ساي شكون عنده سوية لازم نروح شوي هسه يعني يعطيك الصحة ديما ديما فايتة يعني هي خلت فوالا فوالا يا جماعة فاهمين تعادوا شو نديه به خلينا نتعادوا توا خلينا دونك نعملوا تيست للدو ميثود للتروا ميثود فيتو انا باش نحلوا الداتابيز ولا باش نسيرو خلينا نجربوها في ميثود هذوما اسكو يخدموا جاوبوا به ولا ان شاء الله يخدموا به باش نجوا للمين تاعنا دونك خلينا نفسروا هذا تك به مرآب تمام كلاس أخرى ستيتفول به شلون كلاس ستيتفول ويجي دونك نكتبو في STF وجينا حاضرة به خلينا نسلموها دونك ورشوب ليست به مش نشوف ورشوب ليست به تك 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 به 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 خلينا نجيو لهنا دونك نجيبو الداتا بيز تاعنا اللي هي خمبات لوحة سبيكة ليست خلينا نقول دي بي هيلب خلينا نعمل دونك دي بي هيلب انستانس من كلاس سبيكة سموها هيلبر أيوة رايت بي بي كيف نسميها هيلبر
ونحفظ به عمل داس انستانس من خلال استعداد به به باش نعمل فونكسيون اللي هي باش تخلينا نحطوا داتا دونك حتى هذه جست نتاع تيست باش نجربوا لي فونكسيون تاعنا يخدموا بالكلمه ومن بعد تو نولوا بال معناها نخدموها باللي بوتون والتكست انكود فيه وكل شيء دونك تو جست ميثود صغيره باش نتيست بها به كالعاده فيوتشر بيسك هي باش ياخذ شويه وقت دونك فيوتشر سموها نحن شو داتا به والفيوتشر بينا اي سينك دونك اول حاجه دونك كيما اول ميثود ما هي اول ميثود باش نستعمل بها اللي هي الاوبن دي بي دونك يلزم نتشيكي سي خدمة داتا بيز ولا دونك بيسك هذي اول مره باش يكريها دونك باش يتعدى بالفاز هذي الكل باش يعمل لنا الكرياسيون تاع الداتا بيز نتاعنا نعملو اوي دونك هيلبر هذيك الانستانس نتاعنا dot OpenDB دي هي الفونكسيون انا دي دونك تاو تحالت الداتابيز تاعنا جاو هذي خليونا نبدو نعملو هذيك خلينا ناخذ نحن موديل نتاع الوركشوب ليست نسميها ليست عملنا الكرياسيون تو تاع الوركشوب ليست تاعنا به جاو هذي تو خلينا نسيروها خلينا نحطوها في الداتا بيس هذايا دونك الميثود اللي عملناها نحن اللي هي انسيرت ليست دونك ترجع لنا في ان دونك يلزمنا نحطوها في ليست ان دونك خلينا نحط ان ليست اي دي كيما نحطهم من الشكل الاول ليست اي دي هذه هي ريكفر كيس به اويت كالعاده انا الهيلبر نتاعنا دوت انسيرت ليست هذه هي الميثود اللي عملناها قبيله باش يقول شكون الليست الليست هي الليست ديجا نسميها ليست دونك خليها هكاك فهو يفهم راح باهي نزيدو نعاودو نعملو نفس الحكايه مع الترينينغز نشوفو خاطر لازمنا نتستيو لي ميثود كلها باش نتاكدو منها نخدمو ريكفر دونك باش نعملو ترينينغ نقول فيها دونك نقول ترينينغز دوت ليه ترينينغ دونك هذايا training. دونك اني نحب نحطها في وسط الليست هذايا كيفاش باش نعرف الاي دي نتاعها شنو هي باش نحط فيها سؤال دي شويه من غير ما تجاوب دونك نحن لهنا الانت هذايا هو الانت ليست اي دي دونك ديجا جبناه نحن لهنا عندنا دونك الاي دي نتاعها دونك نحطو هو نحطو ليست اي دي راهو الاي دي نتاع الليست نحب نحط فيها باهي من بعد اش عندنا بعد عندنا النو يسموها لوكال داتا بيزز بعد عنا trainer or not the trainer don't go now edit احمد or not حطوا خمسة على خمسة من بعد حبوا تبدلوها حتى سوري مش مشكلة ايه ليه مش يمكن كراش نزلنا قولوا نزلنا كالعادة باش نعملوا نعملوا int انت كالعادة دونك نسميها مثلا item id
ايجار نفس الحكي ويت هيلبر او شنو نسيرو توا انسيرت تريننج التريننج شنو تريننج تريننج دونك جاونا به هنا تو حلينا الداتا بيز انسيرينا فيها عملنا انسلانس من الورك شوب انسلانس من التريننج وحطيناهم في وسط الداتا بيز توا باش نعمل باش نشوفوهم يخدموا ولا لا دونك خلينا جوست نعمل برينت في الكونسيبت تاعنا ونشوفوها تمشي مليك ولا لا باهي نعمل مثلا برينت ليست اي دي هاكو بلوس هاكو واحدة ليست اي دي ناجين تاع ليست هانك نعمل مشكلة ليست اي دي فوالا دونك لازم تو سترينج خاطر هو سترينج دونك نحطها تو سترينج ونعمل نفس الحكاية دونك مع الأخرى اللي هي item ID وهي item اللي جا خاطر هذي نعملها على الشكل اللي من العشرة وانا دونك item ID جاو هذي ليه وبالنسبة لهنا دونك في الويدجت بتاعنا مانيش باش نراجعو حتى شيء احنا جوست نحبوا نجربوا في الكونسول تمشي بريك ده ولا لا مانيش حاشتني في الويدجت انا نرجع لها من بعد رايح لكرافي ليه لما تخرج لنا حاجة هيك حاجة بارك دونك خاطر عملنا كان ديفينيسيون تاع الكود المهم نسميها كود يعني ديجا الكرون كحال دخل مع خالي عرب يا جماعة كان فما أسئلة في الشات عادي مش فاهمين كل شيء زي ما بيه شوف ما نشوف بس هاي بروا مشاركة من تليفون جديد بيه هاي جبنا مشكلة خلينا نشوفها مع بعض بيه مشكلة في الداتا بيس اكسبشن table training has no column named id workshop id workshop while comparing a set of based on training id برامو استعملنا method نيجي insert list ليه نحن table training has no column named id workshop into training sorry. ممكن نسير عن تطوير ب نشوفها نسير تطوير على ID primary key ID list هذه ID workshop هذه ID workshop واحدة خطبت فيها أي فوالا هذه نحن حاطينها لهنا اي دي ورك شوب دونك قاعدين في اي دي ورك شوب من الجول بتاعي وفي الداتا بيز قلت له راي اسمها اي دي ليست الكود السيد قال لك ماذا تفعل هنا
هذا كفان ليه خان عاد ترى هذا لازم منهم من اللي يبيك هذول مش بركاي شيء ما بنسكر من حاجة إيه 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 مش عارف ما بنسكر من حاجة بس مش مقتنع بنسكر إيه أحلى بركة أنا أبغى كيس أفس بيه سينو توش مزالينا بش نعم خلينا نفهم الخطوة الجاية تو دونك في هذه نورمالمون كي تكبر وتخدم لينا دونك عملنا انسيرينا في وسط الليست تاعنا اللي هو تاب هذوك مجربنا دخلنا دونك تو الميثود باش نعملوها بعد هي لوجيكمون اني باش نعمل باش نشوي الداتا تاعي هذوك باش نوريهم لليوزر دونك كالعادة سبايس انسيريزا بس واحدة سوق فوق يا زياد تسخل الدنيا تلالي كيف بار كيف بول به من فورين كي فورين كي نفس الحكاية هذه ليست فورين كي بولا هذه وركشوب مهمش ليست مهمش ليست هذه وركشوب ليه قبل في المرة تو نعذركم كنحبوا تخرجوا من السجن خاطر هذي علاش قلت لكم راهي قبيله ماستر برشا ما يطلع لكش ليروريت لهنا خاطر تكتب فيه في شكل سترينج دونك مهما مش هيك لازم تكتبها بالصحيح هاكا جبرا بين بعض في الاكسبشن تنجم تفهمها اما ما يطلعش ليك اللي هو زاوش هذيك علاش دير لك ان شاء الله ما لابس لابس ما رجعنا بسم الله جاونا به والحمد لله به دونك طلع لينا ها وينو ليست اي دي خذت ا والايتم اي دي كيف كيف ا كان عاد نعمل هوت ريستارت ولا تو خاطر بيسك عملنا ريستارت مره اخرى دونك هذوك متحط سيد الاي دي تو باش يحط مره اخرى دونك باش يحطهم بالاي دي دو نزيدو نعاودو مره اخرى ريستارت تو باش يحطها بالاي دي تروما ماهوش يورينا في شيء يقول عم يحكي حال خاطرني ديجا في المين جوست مراجع كونتينر والكونتينر ما تاخذ شيء سيما فما شيء ما تاخذ شيء باهي مش مشكل خلينا تو دونك كيف ما قلنا باش نعملوا كيفاش باش نوري الدنيا هذوكم لليوزر كالعادة أول حاجة نعمل نضيفيني فونكسيون تاعي ومن بعد نمشي نستعملها باهي الفونكسيون تاعي دونك كالعادة فيوتشر خاطر شوية شوية وقت باش تجيب لي الدنيا تراجع حمدي باهي نعملوا نحن workshops به نعمل workshops نعمله نحن إنه ربجي رجع لي الليست الليست هذيك دو تيب workshops list به نسموها مثلا date list نسميها date list async العادة async به مثل حكمات باهي دونك خلينا نعملو كالعادة تو باش نديكلارو الليست نتاعنا دونك فايلر ليست دونك باش تكون ماب تاع سترينج باهي نعمل حاجة عادية تحطيك نخليها مزيانة دونك سترينج باهي نعمل نسميوها مابس هي باش تاخو من الداتا بيز نتاعنا باش تاخو خاطر الداتا بيز قلنا كيفاش تكتب فيها دوني تكتب سيرو ستركتور هذايا اللي شفناها كي دونك تكتب اي دي قدامها الاي دي نيم قدامها نيم برايورتي قدامها برايورتي دونك انا باش ناخذها على اساس هي هذيك ومن بعد تو نعمل العمليه الانفيرس دونك لهنا كي جينا باش ندخلوا استعملنا الميثود هذايا تو ماب دونك ياخذ ديزارغيمون عاديين ومشي يردهم ماب توا بالعكس توا باش ناخذ لي دوني من الداتا بيز دونك باش ناخذهم على شكل ماب دونك باش يرجع لي حاجه هكا ماب اوف ستريت دايناميك
مش نعمل لا فونكسيون انفيرس باش ترجعهم لي الحاجات عاديين نجم نستعملهم في الابلكاسيون تاعي. باهي خلينا دونك مابس هذيك كالعاده. دونك قلنا راهم لي فونكسيون كلها ديجا موجودين. دونك يدي دور فما فونكسيون اسمها كويري نورمالمون. فيوتشر انت تايب باش هنا نديرو معاهم حاجه كيوت. انت كيف يدخل بعض به مش نحب عشرة وقت هاي عاد كويري ذكرى تمله واحد مش مشكلة به. دونك شنو نعمل الكويري؟ الكويري هذه شنو هي تاخذ؟ تاخذ جست الاسم نتاع الطابل اللي نحب نجبد منها. دونك كي نرجع انا للدي بي هيلب تاعي الطابل اللي قاعد نجبد منها اللي حاطين فيها ديجا اسمها ورك شوت. دونك نفسها هي باش نجبد منها. دونك باش نجبد من الطابل اللي اسمها ورك شوبس. دونك باش نحطهم في النوت هذيك. Yeah, it's not even doing the future of this, but yeah, okay. Yeah, I'm not sure what I'm saying. There he is a fish better, don't cut it off the maps here. Don't go and show the function inverse. Here, the map is the same as it is. Don't show the reader. This, from a head, it's my list, don't generate them. On va generate in the list, I do it. ب جنريت هذا منين؟ دونك من المابس نتاعنا، المابس هذي ماهوش قاعد يخدم معايا خلاص حاطيني داخل ب دونك جنريت هذيك دونك باش نعطيها بلانس نتاعها دونك مابس دوت بلانس. والله لحظة خلنا نبدأ ريلود خاطر لازم نكون فاهم المشاكل ماهوش ما تو دوت. قلت سالفني في زين تاعي ايه مش مشكلة نزمني معك صافي وجود الفيس دونك لازم تشري لي معك باهي نحظة برك خلي يعاود يفهم روحه تخلي بعضه شوي نحظة برك نحظة برك. باهي دونك قلنا خلينا نكمل خاطر بشي شوي وقت. به باش نعطيه اللانس نتاعي نتاع الماكس هذيك باش يعرف سولو كل ايتم مثلا باش نسميه ايتم. دونك هذيك فونكسيون ياخذها هو من عنده. راهو على كل ايتم باش يعمل حاجه باش يعمل حاجه معناها كل ايتم من الماكس هذيك باش يعمل به حاجه اللي هي شنو هي اللي هو باش يرجع لي ريتيرن باش يرجع لي ورك شوب ليست. دونك انا حاجتي بورك شوب ليست خاطر انا دخلت بالورك شوب ليست رد هو ماب بالميثود تو ماب هذيك تو بالعكس عندي الماب دونك باش راجع الورك شوب ليست الحاجه دي مزيان باش راجع الورك شوب ليست. باهي الورك شوب ليست هي عاديه معناها لازم تعبيها بالبارامتر تاعك. دونك باش نعبوها كيفاش دونك ماتس الماتس هذيك بالايتم هذيك معناها العباره الاي هي عباره الاندكس الايتم هو الاندكس باش نحطو من بعدها بعد الاي دي مش عارف يعني هو ياخذها لو مش ياخذ الاي دي باش يحطه غادي اللي هي اول بلاصه خاطر اول بلاصه نتاع الاي دي. بعد باش تعاود نفس الحكايه نفس ايتم بعد نيم ومن بعد بعد البرايورتي. دونك نكمل ولا ما نكملش؟ هنا نيم هنا هي على الكلمه اللي هي مش عارف نخش فيه قبل ما نعمل بيه بيديخ شوية ما مش مشكلة. دونك توا نورمال مون هنا اوكي فما 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 ليه مش نفسها ليست دوت ماب هي نفس الحكاية. دونك باش تخرج المهم انت عندك لا بنت ارن هي نحن برك نشوفها بالميثود ورك شوب ليست لازم تفهم ورك شوبس اللي هي ورك شوبس من هنا ريتور نزيد ديك شوية من هنا بتاع ريتور اخر
به جو به الموضوع خلينا نعرفنا بالله كيف تبتعنا به دونك مي دول هيري كيف ما قلنا دونك تشتجبد الماب بالداتا بيز خاطر هي تتكتب على شكل ماب في الداتا بيز ومش تاخذ كل ايتم من الماب هذيك وترجعنا من الورك شوب ليست نورمالمون واضحه سي فما سؤال دونك كالعاده بيه تو خلينا نرجع للميل بتاعنا وخلينا نوروا لليوزر شوي يظهر لي تفسخوا هذوك من الميل بيز انستونس سنو خلاهم نقولوا لحظه برك خلاص نستمر في هذا التطبيق ديال الابليكاسيون فعلاً كان جا عندي اندرويد انا جرب التليفون كيف شنو عليكم به مش مشكل بالله لحظة برك خلي عندي قلتي خاطر تعب التليفون صغير اليوم نهز شيء به نورمال مو جاوب جست خلي عاودي عبيلي باش نجم نشوي حاجة خاطر تو داتا بيس فير باش يعاود الصفر فوالا ريت عاود لنا الليست دوت اي دي ولايت دوت اي دي خاطر عاودنا رانينا الابليكاسيون لود خلينا نعاودوها ثلاثة مرات باش تعبي لينا باش من بعد نلقوا شنو باش نشوف خلاص هنا الميثود هذيك ماهيش تجيب لنا شيء الكل تو تاع الجيت ليست به تو نورمالمون فوالا عملنا ثلاثة تروز انستونس نجمو تو نبدو نخدم في الجو تاعنا باش نشوف به تو في الشو ديتا هذيك خلينا نفسخوا هذا الكل نتاع كنا نعبوا تو باش نعملوا العكس اللي احنا باش نشوف باهي كيفاش نحنا باش نجبدو دونك خلينا نعملو خلينا نسعك نديكلاريو ورك شوب ليست نساوي ليست نتاع ورك شوبس ليست نتاع ورك شوبس ليست هذايا باش نحط فيها الداتا نتاعنا ليست نتاع ورك شوب ليست باش نعمل ورك شوب هيا ورك شوبس رجع بين كندا ب توا في الميثود شو ديت هذيا دونك باش نعملو كالعادة دونك أول حاجة لازمنا نعملو ويت لازمنا نحلو الداتا بيز نتاعنا ونشوفو كيف موجودة دونك لهنا نورمالمون موجودة دونك بين عمل الداتا بيز اللون هنا الداتا بيز نتاعنا ديجا موجودة دونك اوكي لا يا رب رجعنا من حسيلو دونك باش نحلو الداتا بيز كالعادة دونك ويت هيلبر اوكي دي دي كالعادة وتوا الورك شوب ليست هذيك الورك شوب ليست كيفاش الورك شوب اوكي وحدك ماشي مش تكتب هذيك صلاح ايوا هذا به صح الورك شوب ليست هذيك هي باش نحطوا فيها الميثود نتاعنا خاطر كان نرجعوا للميثود نخدمها تو دونك هي ترجع علينا الليست نتاع ورك شوب ليست اللي هي نفسها هذه اللي كلميناها نحن دحين باش نحطوا فيها الاويت كالعاده دوت الفانكسيون هذيك نتاعنا اللي هي سميناها نحن اويت ليت مش اويت اويت هيلبر اللي هي نفسها هيلبر دوت ديت ليست فوالا باهي ديك ليست باهي ولهنا يلزمنا نعملو سيت ستيت علاش يلزمنا نعملو سيت ستيت خاطر باش نفورمو اللي راهي فما حاجة تبدلت دونك هو خاطر عندنا الليست هذايا من غير بور ديفو فيرغا دونك ما فيهاش شيء كي باش نعبيها هنا ونعمل سيت ستيت باش تبقى مش باش تبقى فيها باش تعبى اما لو هما في بالوش عبارة اللي واي نتاعنا ماهوش باش نقبلها دونك يلزمنا نستخدمو سيت ستيت ستيت هذيك باش نعاود نقولوا اللي وراء فما حاجه تبدل راهي فما حاجه في الستيت نتاعنا تبدل شو هو يفيق ويبدل دونك ورك شوب ليست يا ورك شوب ليست دونك باش نقولوا راهي عاودنا عادينا
باهي توا الجو هذا هي لهنا دونك تجبد الجو هذا جوست نحن توا لازم نوروهم هنا دونك خلينا نعملو ريكور راجل سكافولد نحطو فيه بار زينة مشكل باهي وفي البادي بتاعنا باش نعملو ليست فيو دونك كيف نشوف له في الملف اللي وريت في الابلكاسيون شي جون اللي ورك شوب على شكل ليست اما ليست فيو دوت بيلدر خاطر باش ندير بها هنا تو ليست فيو تاعي هذيك باهي شوي باهي نعمل ايتم بيلدر نحط كيلو عادي ايتم كاونت باهي اوكي نعرف كل حاجة باش نمشي نحط فيها باهي دونك ايتم كاونت تاعي هو قداش من ايتم عندك انت باش تحط باهي نحن عندنا حالتين يا الورك شوب هذيك الورك شوب ليست نتاعنا فارغة ولا معبية المشكلة اني كي تبدا فارغة دونك نول لازمني نحط له الحكاية هذي باش هو يعرف باش نعمل تيست كالعادة دونك باش نحط له ورك شوب ليست كانها نحن ديفيرون différent de nul. Il y a différent de nul. Donc, je vais chercher à Jali. Chercher à Jali, workshop list. Donc là, il y a un nul, 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 il y a un nul. Si nous avons Jali, il y a un nul, chercher à Jali, donc je vais chercher à Jali. Voilà, là, normalement, j'ai un nul. L'item builder, il y a un nul, il y a un nul, il y a un nul. Donc, l'item builder, il y a un nul. بيلد كونتكست باش يعرف روحه الكونتكست دونك حكينا عليه مره اخرى قلنا هو اللي باش يخليك تعرف روحك موجود في ويجيت تري كل شيء باش نعملوا الاندكس الاندكس نتاعنا اللي باش يخليني نستعمل الاندكس هذاك باهي في الشراجه عندنا ويجيت اسمها ليست تايب مش تايب ليست تايب مش عارف ايش ليست تايب باهي ليست تايب هذايا دونك شوف واش فيه ستايل ويجيت لودينغ ويجيت تايتل باهي نستخدمو تايتل عندها حاجة اسمها تايتل نحطو فيها ويجيت تايتل مش معبي باهي تايتل هاذيكا دونك هي ويجيت دونك نحنا باش نحطو تيكست التيكست هاذيكا شنو باش نحطو فيه دونك عندنا الورك شوب نتاعنا الورك شوب ليست هاذيكا ناخذو حسب الاندكس حسب الاندكس هذاك اللي حاطينه وباش ناخذ النيم نتاعها دوت نيم بسم الله الرحمن الرحيم نو ميديا كويري ويجيت انتسيتور سكافولد ويجيت ريكوير ميديا ويجيت صح سكافولد نولي الرفيع ميديا مش نحاول ما عندك مش سكافولد هنا خلي سكافولد على روحه وهذه حطوها في المتيري أرض ده منتش تشاهد بمعنها أرض وهم هم وهم هم لا عادي تنمو وانا الحمد لله به خلينا الأبار هذايا نعطوه تايتل إكس دونك نسموها ورك شوب ليست باهي دونك خرجوا لنا اللي ورك شوب نتاعنا اللي حاطينهم قبيلة كانت فترة وقت عاودنا ثلاثة مرات ديكو تحطوا لنا ثلاثة وحدات عن الفلات ورك شوب فلات ورك شوب فلات ورك شوب باهي لحد الآن مفهوم جاونا به وصلنا حطينا داتا وصلنا انا جبتناها وجاونا حفل مفهومة ما صارش حتى مشكلة فهموني يا جماعة فاهمين جاونا باهي ساعة ريت اي دي ايجن بلا زيرو ديفيرون تقول ديفيرون هيك يحضر على هذه هي نورمال مو هذه نفسها به في الداتا بيس
دونك نفس الحكايه ريت كيما قلنا قبيله راه يترجع لنا في النيو كيبدا زيرو لهنا نفس الحكايه كيبدا لايدي زيرو تاخذ نيو ما عندهاش زيرو عندها نيو فهمتني يعني كان هو زيرو نعطيها نيو كان ما هو زيرو باش تاخذ لايدي كيفما هو فهمتني يعني في الزيرو في الزيرو عندها هي نيو مش زيرو فهمتني هذاك علاش دونك كان نحن خاطر نحن لايدي نخدموا بها عندنا نحن نخدموا بالزيرو عادي دونك كان عندنا زيرو باهي نورمال سبعه باهي 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 تو يا سيدي نتفكر شو سنا عملنا دونك دخلنا داتا في وسط الداتا بيز نتاعنا وجبدناها مي الطريقة نتاع التدخيل نتاعنا بليز وموا شوية ماستر خاطر حطينا ميثود لهنا اللي كنا حاطينها هذيك نتاع الشو داتا هي دخلنا بها واللي هي بليز وما حاجة ما تجيش يعني مش اليوزر نتاعك باش يجي تقول له حل في اس كود ودخل دونك يلزمنا نحطوا له حاجة في اليو اي بوتون يقرص عليه كي يقرص على البوتون يجيه الديالوج هذا كيف وريتكم حاسينه من الاول باش يجيه الديالوج الديالوج هذاك يحط فيه هو يحط فيه النيم تاع الورك شوب يحط فيه البرايوريتي نتاعنا يبي باش يجي اوتوماتيك بي دونك كيفاش باش نعملوه خلينا نعملو فايل جديد نتاع الديالوج هذا اللي باش يطلع دونك نسموه مثلا ورك شوب ورك شوب ورك شوبس يس عادي list they look desert they خلينا هنا نحط في الماتيريال desert ونحط في الدي هيدر كان مش نستعملوها نحط في الورك شوب بس ليك خلينا ولا تنظمها نحط في الموديل بتاع workshop list خاطر باش نستعملو workshop list به باش نعملو كلاس بالعادة كلاس اسمها workshop list دايلوج هذي باش ترجع لنا الديالوج هذاك باهي توا واش قلنا احنا الديالوج واش قلنا فيه دونك قلنا باش يجينا عندنا input field هذيك اللي باش نكتب فيها قلنا باش نعملو زوز واحدة نتاع name وواحدة نتاع priority دونك خلينا نديكلاروهم هنا final text text هذاك اللي فيه name اللي هو انا حاجه اسمها text editing controller اللي باش نكونترول بها تو بعد نشوف كيفاش نستعملوها وعندنا text اللي هو text نتاع priority كيف كيف دونك نفس text اللي هو text editing controller انا هذا ايه خلينا نعمل تو ويدجت ويدجت نتاعنا سميها بيلد ديالوج كيف كيف تعمل بيلد لينا ديالوج ديالوج ده عادي ولا هدي الكونتكست العادي هذاك ديما لازم نعدي باش نبدا فاهمين رواحنا فين مش نعدي ولوها نعدي ولوها نعدي ولها ورك شوب ليست دونك خاطر هي باش تعبيها عباره ليست هذيك ليه نورمالمون هذيك مش مستحق كالعاده باش نعملو انستونس من الدي بي هيلبر خاطر هذيك ديما راهو شي باش تستعملها لازم تعمل انستونس دي بي هيلبر وباش تستخدم لي ميثود هذوك نعملها دي بي هيلبر دي بي هيلبر ولا نون دي دونك هي قلنا باش ترجع لنا الديالوج دونك ريتر عندنا حاجة اسمها alert dialog هذه اللي تجي لنا الجو هذه باهي نجي نشوفوا في الالرت dialog هذه اللي تعملوا عندنا تايب باهي تايب نتاعنا خلينا نحط فيه حاجة دونك هو widget دونك خلينا نعملو widget text نحطوا فيها مثلا add new workshop وانا وعندنا حاجة أخرى اسمها حسب شي قال لكم هذاك اسمها الكونتنت اللي هي باش نحط شنو هي الحاجة باش يرجعها لنا بالضبط دونك احنا قلنا باش نرجعوا دوز انبوت فيلد دونك تحت بعضهم هذوك التكست فيلد اللي باش يكتب فيها دونك تحت بعضهم هذه حاجة تعلمناهم من المرة الأولى اللي هي كولوم اللي هي كازم دونك نحط الشيلدرن نتاعها باهي الشيلدرن الشيلدرن نحط هنا نشوف الاحمر
بي children تاعنا شكون دونغون تكست فيل تكست فيل هذاك اللي باش نعرفوا فيه اسمه تكست فيل وراكم تسحقوها على الاخر هذايا ركزوا فيه خاطر نسحقوه برشا باهي عنده بروبريتي اسمها كنترولر دونك لولاني باش نحطوا الاسم اللي هي ديكلاريناها هنا دونك تي اكس تي هنا هذاك الكنترولر نتاعو باهي نجمو نعملوا له شويه ديكوراسيون باش نعرفوا الهواء دونك عندنا حاجه اسمها ديكوريشن وعندنا حاجة اسمها input decoration دي فما حاجة اسمها فيها hint text. hint text هو text هذيك كي تجيك ال input field هذيك تطلع لك text متاع ال hint يعني لهنا مش تكتب مثلا address ما هذيك مش تكتب الموقف نحن لهنا دونك في ال hint الفلانية مش باش يكتب ال user بتاعنا مش يكتب نقولوا له راك لهنا باش يكتب ال workshop name واضح نورمالمون باش نعاودو نفس الحكاية بالنسبة للبرايورتي تاعنا باهي لهنا الكنترولر بشوية تي اتش تي برايورتي هكا ولهنا وركشوب برايورتي نقولو له مثلا راهي من الصفر للخمسة هكاكا شوية بلاد باهي اما هذوما وحدهم زادا ما يكفيونيش خاطر جوست باش تحطو يكتب كامل يكتبش باش يعمل دونك لازم يسوفغاردي ولا يعمل فازا تاعو باش نحطوا له بوتون عندنا ويدجت اسمها ريز بوتون ماذا بكم تخدموا بالويدجت قد ما تنجموا فما فما الشين تاع اليوتيوب تاعهم ديما يهبطوا في ويدجت شدود ديجا امس ولا اليوم ديجا هبطوا واحده جديده يعني ديما 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 يهبطوا في ويدجت شدود طلوا عليهم الويدجت اللي تشوفوها جربوا يخدموا بها خاطر بالرسمي كيك باش تلفوا بها باهي عندنا قلنا بوتون اسمه ريز بوتون بيه أنا أول حاجة شايل دمتي أو ريز بطن هذيك مش كنت شكون فيه مش كنت فيه تيكس معنا مش نكتب فيه تيكس مثلا مش نخطو له تحبو تيكس دو مش سويل تيكس مش نخطو له سيف أنا عارف من هنا مش نجم تسجل وهو شوش قالي قالي the parameter on present is a private tone لازم نخطو الـ on present بتاعي قدر هذيك الوالدي كان فيها وهو بطور كي مش تخلص عليه شو يعمل قالي قولي شو يعمل باهي نحن باش نعملوها اسينك خاطر قلنا بالامبريس هذيا باش نبعث عبارة باش نبعث للداتا بيز دونك باش نسيري في الداتا بيز والميثود هذيك لما نهبدي لها تراجع فيوتشر نتاع باش نسيري بها ديكو يلزم نعمل اسينك باهي وردوا بالكم تنسوا ديما يلزم نحلوا الداتا بيز من اول جديد احنا كان تنسوا ما تحلوهاش مش باش تخدم دونك ويت هيلبر يعني نتاع البيلا دوت اوبن دي بي ديما هذيك راهو لازم عندك داتا بيز حليتها باش نجم تدخل ما فيش ب تو الليست هذيا تكراني نهبينا دونك خلينا نعبوها هنا هي ديكلاري مانيش نحن ليست هاي هذه ورك شوب ليست هذا يسمى سموها سموها ليست ليست هذيك باش نعبوها ومن بعد نبعثوا هنا كيفاش باش نعبوها دونك باش نحط الليست عندنا فيها حاجه اسمها نيم ولا لا عندنا حاجه اسمها نيم هذيك ايجال شنيا ايجال للكنترولر هذاك يتحط الكنترولر هذاك تحط فيه البارامتر نتاعنا دونك باش نكتبوه يتحط في الكنترولر دونك هل هنا علاش باش نسحقو دونك تي اكس تي اثنين هذا بروبيتي اسمها تي اكس تي اللي هي الحاجه اللي تكتب فيه باش نحطوها تاني كيف كيف نفس الحكايه دونك بالنسبه للبرايوريتي باش نحطوها في تي اكس تي برايوريتي دوت تكست باهي باش تجينا مشكلة هنا صغروا باش يقول لك value of type string can be assigned to variable int خاطر ال priority نتاعنا نحن كي ديكلاريناها في الوركشوب ليست دونك ال priority هي int بينما هنا قاعد نرجع له في text اللي هو string دونك يلزمنا هذه نحطوها في وسط int معناها يعني نعملوها لها الفارس نتاعها عندنا method دونك int مش int دوت فارس هذايا من السترينج هذيك باش تاخذ كل تاخذ منها تراجع هنا ولا جاونا به عبينا الليست نتاعنا تو باش نحطها في الداتا بيس دونك هيلبر هذا سهل على الاخر دونك انسيرت ليست باش نسيري باش نسيري ليست دونك جاوب به روحه ونحب كي باش نقرص دونك على السيف هذيك باهي خلينا نجربها بون هذيا اللي مزلنا شوي نسيت ما عملش البوطون باهي قلنا كي باش نقرص عليها دونك نحب يحل الداتا بيز يعبي الليست هذيك ويحط الليست اللي عملناها في وسط الداتا بيز ومش نعملوا نافيجيتور دوت
بوب. ايش معناها البوب هذيا؟ البوب هذيا مش تتنحى الحكايه هذيك الديالوج نتاعنا، تحب كي نعمل سيف ما يبقاش لايف بالطبيعه. دونك كي باش نعمل سيف باش يسيف يتنحى عليها روحو، طبعا نشوفوها مع بعضنا ونجربوا نحاهم نشوفوا ايش تعمل. باهي دونك عملنا هذي الكل، عملنا الديالوج هذايا وخدمنا له خدمته الكل، تو يلزمني نعيط في الميل بالدار نتاعي باش نجم نخدم به. باهي في وسط السكافولد خلينا نشوف مع بعضنا نكتشف شوية السكافولد. عنده ويدجت اسمه floating action button، لقيتوها ويدجت floating action button. هي كانت فاكرها نفس الويدجت اللي كانت تستعمل فيها في اول ابلكيشن تطلع لك هذيك نتاع الكونتور، فما بوتون هنا تقرص عليه هي دايزي. دونك الفلوتنج اكشن باتن هذيك هو. دونك نجوا لهنا الفلوتنج اكشن باتن، حطوا الويدجت اسمها كيف كيف اسمها فلوتنج اكشن باتن، معروفة خاطر هي تابعة الماتيريال ديزاين. دي أول حاجة دونك العادة ديما بوتون راهم شكل بالك لهم بريست، خاطر هذيك هي خدمة الأولانية يعني ماذا بيه ديما تحط لهم بريست بتاعك. بيه راح نبارك لهم بريست. دونك شو نعمل راح دونك احنا مش نحب قلنا كي تنقص عليه ولا هاوي انه ديجا طلع لي ما فيه شيء، ونحن مش نحبه كي باش نقرص عليه باش يطلع لي الديالوج هذا اللي عملناه. دونك خلينا نمبورتيه الديالوج هذاك نبوت ولا نبوت الديالوج هذاك باهي، ونعملو ميثود نعملو شو ديالوج نتاعنا شو ديالوج ولا كونتكست كونتكست العادة نخليها كونتكست كونتكست، وعلى البلدر اللي هو باش يبلد لينا الديالوج اللي حاشدنا بيه كالعادة. البلدر نعديه بالديب كونتكست الديب كونتكست العادة الديب كونتكست ولا 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 دونك باش نعملها ارو فانكشن باش تعمل هنا باش تعمل هنا ديالوج دوت بيلد ديالوج. بيلد ديالوج هي اللي عملناها نحن هنا ها هاي ولا الويجت نتاعنا اللي هي بيلد ديالوج باش نعمل فيها هنا ديالوج دوت بيلد ونعديه له كونتكست نشوفني ديجا عايز مني ومش نعديه له workshop workshops list ده دولار هذي ملك ما عارفوش دولار دولار اللي كان هنا لهنا حيث نرجع مش مشكلة ولهنا دوك باش يطلب علينا هذوما باش نحطوا ديفلوبر دي كوم بعد هما باش يعطيهم باش يتبدلوا كيف باش نحطوا لكن هي ديجا حاطهم لازم يكونوا موجودين تنجموا تبدلوهم في الموديل تاعكم ولا 0000 به undefined name dialog ولا مو وصلنا حاجة نسيت ما قلت أول حاجة الديالوج مهمو أول حاجة ما قلت فيها workshops list list بدنا نقول شيء حتى كان instance من class تك 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 تك
Oui, c'est vrai. Et on arrive d'ailleurs à mentir sur une question. Je suis un peu d'ailleurs, je suis un peu d'ailleurs, je suis un peu d'ailleurs. Donc, d'ailleurs, c'est bon, je vais. Je mets des dialogues au premier. Voilà, donc tu as là les dialogues dans le workshop. نزلت حاجة واحدة في سطر تعبوها شكون عنده سؤال هين يعطيك صحة حسين شيت الباك بتاعك كنت بفرج لك وعم جير كريت مو ان شاء الله عقوب في النص مشيت ان شاء الله ما قلتو شو فمش اسئلة نزلت جوست باش نعمل ديليت و بعد الابديت باش نخليكم تخدموا مع حالكم سي بون هنا واضح جاوبنا به جاوبنا به دونك قلنا نزيد الدودي تو كالعادة دي بقى نفس الحكاية دونك أول حاجة نبدأ بها أن نعمل الميثود تاع الدودي ومن بعد نمشي نستخدموها هذيك به نفس الحكاية كيف الميثود الآخرين فوق هذي خدمناهم فيوتشر كالعادة بشيخوا شوية وقت فبعد رجع لنا عين بعد نوعها شكرا به سموها الدودي ليست بين كي قاعدين تشوفوا هنا تو موجوده نخدم كان على الورشوب بس خاطر بو معلش برشا وقت التريننج ليست هذوك حطيتهم اما هذيك باش تكون الخدمه نتاعكم تو بعد نحكي عليها في الاخر شنو باش تعملوا وانتم باش تعملوا به دونك دي ليت ليست باش نعطيوها لكم باراميتر ورشوب ليست كالعاده هذيك باش نسموها ليست اي سي كالعاده دونك ولفنا بها هذوما كلها نزلنا به شيء باش نعملوا الانت هذيك باش من بعد نرجعوا نسموها ريجيستر به وي نفس الحكايه حاسين مبدله خصنا قاعدين نخدموا في دور ديليت دور شي ديليت به بالنسبه للديليت هذيا نشوفوها شنو تحب ولا تحب سترينج تيبل اللي هي هذه حاجه يلزمها تكون موجوده دونك ماهوش اوبشنال ارجيومنت هذوما اوبشنال يركي به دونك باش نعطيه تيبل اللي باش نحي منها ومن بعد باش نحط وير اند وير اركس به نشوفهم مع بعض دونك تيبل اللي باش نحي منها ليه هي ترينينغز ورك شوبس جاوبوك في الديليت ليست هذيك باش نحي الليست نتاعي باش نفسخ من الطابل نتاع البوف ولا رمز زي كبير في التوا لازم نفسخوهم الزوز خاطر سينو هي الليست هذيا في وسطها هي موجودين للترينينغز هذوك يكون لازم نفسخوهم الزوز سينو مش نفسخ اني ما كانش نفسخ الليست الاخرين شافهم موجودين هكاك معناها ماهمش مربوطين بحد يكون جوست موجودين في الميموار وما هوش يعمل في شيء دونك يلزمني نفسخ من الاثنين باهي نبدو نفسخوا ترينينغز اللي هما اللوتر ترينينغز
والله كيفك؟ مش لك أنا بكيفك، هي دي ماشي سنفر. بي، وين مش نفسخه؟ نحط وير، وير شنية، دونك وير شنية الكونترانت اللي مش نخدم عليها، دونك أنا مش نخدم على الـ ID workshop، خاطر عندي workshop list، معناها التريننجز اللي مش نفسخهم، اللي عندهم نفس الـ ID بتاع الليست هذيك، اللي هما يطبعوا الـ list بتاع الفلاتر، دونك اللي هما التريننجز بتاع الفلاتر. دونك وير، وير شنية؟ وير الـ ID workshop. ID workshop إذا هيك كده، دونك هذيك السنتاكس فيها هم معناها just topics ما هي، وحطوا where are is هذيك اسمها جديدة، معناها يلزم رأي ال ID workshop إيجار النقطة اللي استفهم هذي عبارة وش نعرضوها لهنا، وقت ال ID workshop إيجار إيش نه إيجار ليست فيها هذيك بس ID ولا هذيك هي نحكي شو نقول وراني مش نفسخ الترينينجز وقت اللي عندي الاي دي نتاع الوركشوب يقال الاي دي نتاع الليست اللي عندي كي فسخ جاوهم به فهمنا لهنا باهي ونزيد توا نفسخوا الوركشوب هي بيها دونك ريزالت كالعاده ويت بيبي دوت بي دونك كيف الاخرى بالضبط تيبل توا نتاعنا تيبل نتاعنا هي وركشوبس مش نحط الوير كالعاده تو الاي دي دونك مش الورك شوب اي دي تو مش نفسخ حاسب الاي دي دونك اي دي ذاتس اوكي وير اركس كالعاده هاتي لو سنتكس نتاعها ماسكه شويه ما عليك انت فيك تعمل لها ديفينيسيون بعد ذلك دونك ليست دوت اي دي بالعادة ونقول كيف قلنا إن دونت خلينا نعمل ريتيرن فاريزن هذيك بالضبط فانا جاونا به دونك توا على فونكسيون تاع ديليت به كي توا لازم نعيط لها في الميل تاعنا دونك عندنا برشا حاجات نستخدموهم باش نعملوا الفازة هذيك تاع ديليت معناها نجموا نقصوا مرتين نتفسخ مي فما فازة مزيانة ياسر تصور تعرفوها انكم تسوايبي هكا على اليمين ولا على اليسار سوايب على اليمين ولا على اليساري فسخ الليست هذيك دونك خلينا نستعملها فما ويدجت اسمها ديسميسبل هذيك علاش قلت لكم بالرسمي حاولوا لو ماكس بالحق انكم معناها تلوجوا على الحاجات هذيك على الويدجت هذوكم وتكتشفوهم وجربوا بهم راهم التو يعني التو انا عندي اكثر من عام نخدم بالفلاتر كل يوم تعرضني ويدجت جديده ونقول معناها عرفتك اني نبدا خدمها وحدي ونكسر في راسي ولا ما بكاش ونقول ما فماش وبالرسمي هي كان جيت لوجت بالكدا دونك اي منظر دونك باش نجور ليست تايتل نتاعنا ليست تايتل اللي هي اللي مو هذه ليست باش نرابيوه بالويدجت اللي هي سميناها مش سميناها اسمها ديسبيسيبل وانا ده يطلب علينا الكي دونك الكي نتاعها هي شنو هي دونك الاي دي بالطبيعة دونك خلينا نحط الوراء الكي هو كي نتاع وركشوب باش ناخذوه من الوركشوب ليست وركشوب ليست ناخذو بالاندكس بس نحن عنا الاندكس هنا اللي جا نستخدموه نحط الاي دي ولا نحط النيم مش نحط النيم مثلا باهي وفيها حاجة أخرى اسمها on dismissed on dismissed هذه معناها شنو هي الحاجة اللي باش تجرى كي انت تدسمسيها دونك باش نقولوا راني معناها باش ندسمسيها على الديريكسيون دونك على اليمين ولا على اليسار وباش نقولوا له شنو هي باش يجرى باش ندسمسيها باهي دونك نحن قلنا باش نفسروا دونك باش نستعملوا الهيلبر يعني دوت ديليت ليست كما اللي هي الليله وباش نديليتو بال باش الكل دونك ورك شوبس حسب الاندكس هذاك ورك شوبس ليست حسب الاندكس نتاعنا ليه ورك شوبس ليست ورك شوبس ليست ورك شوبس ياخو معايا سيري
ve workshop index. مش نعمل set state كالعادة دونك هنا لازمنا نقولوا له راهو ديما راني كي نعمل حاجة جديدة لازمني نقول دونك الوركشوب ليست هذيكا نفسخوا منها دونك ريموف انا جوست هي مايكي باش تمشي هكاكا دونك وبشي ماشيها مشي نحاها اما في نفس مشي نحاها من الداتا بيز لازمني نقول راهو حتى في الليست هذيكا راهي تنحى دونك ريموف ات ات شنيا ات الاندكس هذاك دونك خلينا نزيد الفازة يوبا ريتم عليها نهزة على مي تتنح نهزة على ساعة تتنح لطفرك نشوك أنت من أمسنك هنده ترمون بسنك بغير مش مبهر هاي من مش مشكلة تقول لي تقصدين على نفسك بي خلينا نزيد الفازة أخرى زيانة كي باش نفسخ باش نفسخ واحدة هكا مش عارف ليه علاش نجيب ليه مش مشكل خلينا توكي نفسخ واحدة منهم يا يطلع لي سلاك بار هذيك كان تعرفوها يقول لي راهي هذيك تفسخ بيه نجو دونك بعد ما عملنا هذوك كلها مازلنا في وسط السميس يعني كي باش نعمل كي باش نحركها هكاكا نعملو سكافولد سنجر ونعملو شو سناك بار شو سناك بار ولا سناك بار هذيك حطو فيه سناك بار سناك بار يقول يعطيني الكونتنت الكونتنت اللي هو شنو باش تحط فيه التكست هذيك دونك باش نقول له تكست ويدجت هي دونك تكست نحطو فيها الاسم تاع الويدجت اللي نحيناه دونك خلينا نحطو هكايا نحطو دولار 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 باهي نحنا النيم تاع الويدجت هذيك لما هي تفسخ ديجا دونك خلينا لهنا نجي ناخذ النيم لهنا خلينا ناخذ النيم نتاعها باش نجمو خلينا نعمل سترينج اس تي ار نيم مثلا هي دونك خلينا ناخذ الاسم هذاك باش نجمو نجربو خاطر من بعد ما نجموش نطلعو الاسم خاطر ديجا تفسخ ناخذوه قبل ما نفسخو دونك ورك ناخذو حاسب الاندكس ناخذو منو النيم ولا دونك النيم باش نحطوه هذيك ومن بعد باش نعاود نعيطو لهنا خاطر باش يفيد فسخ ما عادش نعملها دونك اس تي اف نيم ومن بعد نحطو ديليت براس ايه فسخ وهنا نحطو ورد ديليت تاعو ولا ريتها ات اي ديليت طب كلها مثلا ات اي هنا في شوية المشاكل هذوك ما نحبش بس راسي سيرتو أو كنشوفو مع بعض ديجا تو كلشي اللي كنت نقول من بعد ملي كدا مثلا الفلاتر هنا مش فساخة ولا باش طالع لي فلاتر ديليت باهي دونك نورمالمون ديجا انا قريب نكمل ساعتين احلاه ازمة والله بالرسمي عندي الاحساس نتاع كي نخدم حاجه شي خالي نشوفها حاجه تروح يا راهي لو عرفت لي حاجه عاديه على الاخر ما فيها شيء تلقاني شيخ عليها كيفاش خدمتها وحدي عسيل ان شاء الله ان شاء الله تكون عجبتكم بالرسمي راهي نحن مش نشتغلوا في ورك شوب هكايا تاع ساعتين مش نخدموا حاجه كبيره ولا مش ندخلوها في وسط ابليكاسيون يعني نحن مش نتعدوا على لي باز وكا ومن بعد انتم هذوك مش تمبليمونتيهم وحدكم وتشوفوا الدنيا وحدكم به بالنسبه للخدمه دونك نمشي نكوشي ليكم بفما حاجتين ساعات ان شاء الله المهايرين ولا نهار ان شاء الله سيدي بوم الهيد هو يكتب فيس على محل باش نهبطوا لكم ريتن توتوريال اللي فيه الخدمه هذه كلها بالكود كل شيء برشا حاجات معناها زايدين تربحوهم في حياتكم اللي نحن 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 نحن
تو شنو هي لازمكم تعملوا في الخدمه. بيه قلت باش نحط لكم الريتن تيتوريال فيه كل شيء، باش نحط لكم الريبوزيتوري على الجيت هوب، تنوبت لكم اللينك حار اخر جو هذيك، ما فيهاش الفازه هذه الحمراء اللي كان يستوي دخلت لي مالي مش نبش نركز معها، تنوبت فيه لكم بيه انتم شنو يلزمكم تخدموا. دونك باش تولوا تعملوا فازه، مش فازه هذه ما هي حاجه عاديه. بيه نحن ديجا عملنا في الدي بي هيلبر، عملنا كيفاش نعملوا الانسيرسيون في وسط التريننج، كيفاش باش نسيروا في وسط التريننج، وما عملناش كيفاش نجبدوا من وسط التريننج، عملنا كيفاش نجبدوا نتاع الورك شوب بيس. دونك لازمكم تعملوا كيفاش نجبدوا من وسط التريننج هذوكم باش تجبدوهم على التريننج، مش نولي انا كي نقرص على الفلاتر هذايا تهزني باج اخرى، والباج اخرى هذيك باش نلقى فيها الليست نتاع التريننج، معناها الفلاتر مثلا لهنا باش نلقى فيها الانيميشن، باش نلقى فيها الداتا بيزز، باش نلقى فيها حاجات هكاك فهمت يعني. انتم كيف تحبوا تحطوا وفي وسط الباج هذيك كيف باش تعملوا بوتون كيف هكا، يعني نفس اللي خدمناه بالضبط ديزي مورا بوتون كيف هكا باش نجم تزيد التريننج اللي تحب عليه. باهي فهمتوني نورمالمون، يعني اللي خدمناه مع الورك شوب ليست الكل باش تعاودوا تخدموه مع التريننج. ديكو كي باش نقرا سنة على 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 الورك شوب من هذوما باش تهزني الباج تاع التريننج اللي هي باش تكون حاجه كيف هكا بالضبط. اي باهي رمز ميك. وحاجه اخرى انكم باش تعملوا باش تدخلوا للدوكيومنتاسيون تاع اس كي ال اي تشوفوها وحدكم وتخدموا الميثود نتاع نتاع الابديت. دونك نحب مثلا كي باش نبقى قارس على ورك شوب منهم تعاود تطلع لي ديالوج كيف هكا ويبدا معبي فيه نفس الورك شوب هذيك الاسم تاعها مثلا فلاتر والبريوريتي تاعها ونبدلها. نورمالمون واضح كان فما شكون ما فهمنيش يقول وريت التوتوريال ان شاء الله في اقرب وقت. انا يعني نكتب فيه في برشا كتير وكور بالتهريه وباش نحطوه هنا مفروض باهي رمزي وزي عسلام علينا محمد رسول الله. نشر ما في الميثود اللي هي اوبن دي بي سيبوزيش تكون فيها دي بي دوت اكزيكيوت وتعطيه ريكيت ويت اس كيو ال يكريتي بيه من تيبلز الموجودين في الداتابيز الكل. اي فوالا باه نعرفش في الفازة نتاع الديليت على كيفاش لازمك تنحي انستنسز من تابلو الاول والثاني بوسكا عندهم بيناتهم فورين كي. في بالي فما فازة في الاس كيو ال كي تعمل التر تيبل وتزيد فورين وتزيد كونسترينت في وسطها الفورين كي ومعها حاجة اسمها اون ديليت كاسكاد. تعرف فازة كيفاش كي تنحي حاجة من التابل الكبيرة تولي الحاجات اللي تابعينها في يتفسخوا الكل. ما نعرفش كانت تعمل الفازة هذيك تولي ما تستحقش في الريكيت تاع ديليت في الميثود تاع ديليت اني نفسخ كل شيء ولا لا، معناتها تسولفي المشكلة ولا لا نسال فيك. انا عندك تسولفي لحقيقة ما جربتهاش معناها نورمالمون. يعني رجع لك احنا برك نورمالمون كلامك صحيح معناها كان فما خاطرني والله ما نعرفش ما شفت كان ديليت هذه في الدوكيومنتاسيون ما نتصور تولي نتصور يعملوها خاطرهم فهمتي. حتى لهنا عندنا كان زوز كان زو برشا مربوطين ببعضهم بيكون مش نبقى نتابع معناها بالواحد بالواحد. دونك هاكا رمزي زادكم خدمه اخرى زيدوا لوجوا عليها الحكايه هذه في الدوكيومنتاسيون. ليه عاد بتدخل من رمزي خاطي ليه خاطي ما عطيتيش ليه بالرسمي باهي لينا الكل يعني في الاخر باش نتعلموها مع بعضنا نحن هون. دونك كان فما حكايه في الديليت هذه تولي الديليت الكل باهي. بالنسبه للرور هذايا سي هاني عنده الحق. دونك باش نرجعوا لهنا في الكي نتاعي يعني بغيت نستعمل قلت نستعمل حاجه اللي تجي الكي نتاعي حطيت فيه النيم بوندوكو انا سي في الكي برشا النيم نتاعي ما عنده برشا مرات والكي حاجه يونيك دونك ما يلزمهاش تتعاود دونك يلزمني نستعمل الاي دي مش النيم. هاني خويا برجع ليه باش تفك لي بلاصتي باهي اي دي دوت سترينج نعم وكي وين خط انت كان في باس انت بطارة مكان تشترين تشترين مش تسان تشترينك وانا نعم الله كل ما نمت يجون هذي الكلوب انا دي فنان صح يا وين بي طبعا فسخنا فرتي دي بيت بفلات دي بيت جاو بيه فسخ وزين وجاو بريجل وهين يعطي الصحة بيه. بقيت حاجة واحدة بالنسبة لهذه ريت الدولور متاع الصفحة هذيك تطلع علينا. دونك جوست نجيو لهنا مش ليست فيو دونك احنا هنا عملناها ديالوج عملناها هنا تكالم هذيا تاع الديالوج نتاعنا نربيوها بوجيت اسمها سينجل شايلد هذيك ديما تجيكم راهي ريت كل ما تلقى حاجة هكا وقلت اول معناها خاطر كي تطلع الكلافي تدخل معاهم دونك شيلد
single child produce. وهذا ممكن تربيها بهذيك تولي تتحرك يعني تولي عبارة ماهيش فيكس يعني ولا ريتها كيفيه تولي جوها به تطلع وتهبط تولي ما تقلق هيش يعني يكون ترانسي سين انت حصارتها تولي تطلع وتهبط سين انت ما حصارت هيش هوني تبني مريكا هذاك هاو نورمال مو جون الليج نفسخو تطلع لي مساء كبار وجون محفر سي هيلي يعطيك الساحة تعطني سي رمز يعطيك الساحة زيت على الرمارك وشوفوها برسمي والاخرين كلها زاد يعطيكم الصحة وبيه تحبوا نبعت لكم بيخ انا بعت لكم الجيت من تو ما فيش ناس تخدم معنا في مش راح تخدم الليل نسيت بلوك لحظة ما تواصل لحظة انا بعت لكم اللي يحب يكمل عليها يعني ليلة ولا غدوة ولا على الشيء يريد اموره وابدو يخدموا في الخدمة اللي بعت لكم عليها وكل يخدمها يبعت لي او نشوف احسن ايه دي وين ايه انا من فرع في الفلاتر تو ما حبش اعمل لي في الفلاتر مسكين صدقني مريك كمش العشرة راني بطلت العشرة فهم شو احوي زخر فما برشا حوايج اخرى شاليك غفرة بغير مزية والله يعطيكم الصحة انتم وان شاء الله تكون عجبتكم بيه هاونا وبعث لكم اياها على اليوتيوب يوتيوب يوتيوب حاسير هاونا وكلوني وجلايك وجمع بلاي شوية نجوم واللي يخدم اي حاجة حاسير ويبعث لكم وان شاء الله المرة الجاية بقدرة ربي بقدرة ربي نعمل شوية خير بيس ونكونوا بليز وموار مش بليز وما كامل يعني الحاجات البازيك الكل تعدينا بيهم توا باش ما نبقى شيء نكمل فاير بيز وتبقى لنا كان ستيت مانجمنت كان تبقى لنا وقت ممتاز نشوفها وحدها توا مي ما عادش ماستر ولا نحن مجموعة الماستر اي والله ما احلاها الفازة قال الماستر كيلو والله ولفت المشكلة واحدة اي ما نزلت مصنع سريع ما ولا عندي بروجيت فيها مين حاسس اني نزلت دخله بعض ما عنديش وقت حاسيل ويعطيكم الصحة كله هاني موجود سيفما اي مشكلة سيفما اي خدمة ابعثوا لي بلاي ما دبتوش بالنسبة للخدمة هذيك مش مادي تخمو ثم تكملوها نولو نخمو في ورشوب جديد ونعملو ورشوب هنا يعطيكم الساحة حسيد وانا محسوب سكر الساعتين وبرو فتيحة الواحة كما فهمش حتى كيستيون اي والله ما حليها قال كيفاش الماستر وانا هيك انت عبودية تضلد انا اخوي تضلد فما شيء فماش اسئلة ذكرني شنو الخدمة بيه الخدمة شنو نحن لهنا عملنا الورك شوب ليست دونك عملنا ان نجم نزيدو فلاتر هنا نعطوها ان النوت دو سات هذه هي حاجه عملناها وعملنا كيفاش نفسخوها باش نحبكم تزيدوا تو نحب كي باش نقرص على فلاتر هذيا باش تهزني باج اخرى باج اخرى فيها الترينرز اللي في وسط الفلاتر دونك احنا ما نقول خلاص كي حكينا التصويره هذه حكيت بها من الاول دونك حكينا من الخلاص هذايا تيتيري ان شاء الله نحطو في يكمل حكينا من الاول قلنا عندنا الليست نتاع ورك شوبس وعندنا الليست نتاع ترينينغز توا نحبكم كي باش نقرص على الليست واحده من الورك شوبس هذايا باش تهزني باج اخرى فيها الترينرز باش تبدا فيها من الاول دونك باش تحطوا فيها بوطون نفس الخدمه باش تعبوها وباش نجم تفسخ منها كالعاده معناها نفس اللي خدمناه توا كله باش تعاودوا تخدموه مع الترينرز وباش تزيدوا حاجة أخرى اللي هي نتاع الأبديت دونك خاطر هما اللي ميثود اللي نستخدموهم على الداتا اسمهم كراد اللي هما سي ار يو دي كريت وريد وأبديت وديليت احنا خدمنا تو خدمنا كريد دونك عملنا كريت وعملنا ريد وعملنا ديليت والاو اللي هي الأبديت ما عملناهاش هذه باش تزيدوها من عندكم باش تدخلوا الدوكيومنتاسيون تاع السكريبت لايت وتشوفوا كيفاش تعملوها ماهيش حاجة صعيبة وكيف ما حط اي مشكله دونك اتصلوا معايا على الرقم الخاص تاعي نشوفوا كيفاش نحلوها والفايل اللي قالها لكم رمزي زاد نتاع انك يبدو دو تابل خاطر نحن اللي تابل بتاعنا مربوطين بالاي دي دونك قال لكم رمزي سي فسختني
فما حاجة دونك فونكسيون اكسيبشن فسخ هذه ووركشوب هذه اللي مربوطين بها بالاي دي معاها كله دونك يتفسخ زيدوا لوجوا عليها وشوفوا هنا وخمونا بها هكا سمتو نورمال مو عجبكم به يا جروب دايخين فايقين خودي سموني سواك غير مزيان غير مزيان أسي يعطيكم الصحة فور التايم ليلتكم زينة أسي إن شاء الله إن شاء الله المرة الجاية نعمل فاير بيز كنت تراب زاد حاجة مزيانة على أما غالية برشا أما تنجم تستحقوها تخدموا مع ستارت أب ولا مع فما برشا عباد اللي عندهم الفلوس من بعد يجي يقول لك خدمني بالفاير بيز خاطر أنت لازم تكون حاضر لكل شيء فرز يعطيك الصحة دونك لازم تكون حاضر كل شيء اللي هو مش يقول لك خدم لي بلاس بي ولا خدم لي بي يقول لك خدم لي بالفاير بيس خدم لي بي فهمت خاطر ماكش انت بلوز ما باش تختار تنجم تعطي رايك اما في الاخر كان هو حاسب شيخ من حاجه دونك يزيد تخدم بها دونك نتعلموا الماكسيموم وشريوا اللي تعلمتوه وان شاء الله ربي يسهل لينا ويسهل ليكم ويرتاح على الواحد وبعد يقول لي حضرت اي انا يشجع فينا بقول له يا عبد الله يا تكلو والله ديريك بقى ادي له صدقني الويب وحده اقسم بالله كل شيء على السيرفر ديك سباج تي ام ال انت عامل الجو ادي له بس ما تنسى ليش بيه